كلام كتير بقى يا حضرات عن كورونا وانعكاسات كورونا على أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم. يعني يقال إن سيعقد اجتماع بكرة إن شاء الله لبحث سبل التعامل مع أزمة كورونا بعد تأجيل 9 مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى في مجموعة من الأندية. بسبب كورونا غاب لعيبة أساسيين عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول يوم الخميس اللي فات، بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وأيضا جهازه الفني. وبرضو الجدير بالذكر أنه يعني بالمناسبة يعني عايزين نقول لكم أن رابطة الدوري الممتاز بتقوم بتأجيل المباريات في حال عدم وجود 14 لاعب لائق على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث طبعا كل طلب على حدة. فالموضوع انتشر بشكل كبير هناك واستفحل بين اللعيبة وحتى الأجهزة الفنية. للأسف الشديد احنا لسه بنسمع أخبار زي كده، كنا فاكرين ان احنا اصلا مع بداية العام الحالي اللي احنا لسه فيه ده ان الموضوع هيبقى بيقل تدريجيا، وكان عندنا أمل في بداية السنة، لكن دلوقتي الوضع يمكن رجع او بيرجع زي الأول تاني. بنشوف دول يعني اهي ماتشات بتتلغي ولسه مأثرة على المجال الرياضي وعلى الحياة عامة.